تقعد هنا 5 دقايق وهجيلك. مين ده؟ مش وقته، بعدين بقول لك، بس خليك قاعد لابس وش الكلب. Listen, I have some company now. I'll call you back later. Bye. Who is this guy? This is Hamama. The crazy guy you told me about? Yes, and he's very angry about the money. Do you have it? Yes. But will you tell him to take it easy? I'll try. Okay. I'll be inside. نعرف بقى مين ده؟ ده زبون عايزه منه فلوس. فلوس ايه؟ فلوس حشيش. حشيش؟ انت كلت بس الجدع ده مخرتن عليا بقاله شهرين مش عارفه اتلم عليه. يلا يلا ننت. بس بس اقعد. انا كنت عارفه ان انت هتبوظ لي شغلانه. حسن بلا زفت. حسن لازم تعرف ان انا جايباك معايا هنا عشان تحميني، وبعدين انا لازم اخد الفلوس دي. حسن عشان خاطري، عشان خاطر سبوعه. 5 دقايق وهننزل سوا. 3 دقايق أنا آسف حسن على إزعاجك. أنا واقع في مشكلة كبيرة. صاحبتي بعتت لي البيت عشان تحطني قدام الأمر الواقع. أنا زي ما أنت عارف ما عنديش حتة عشانها. أنا قاعد في لوكاندا والأوضة مخنوقة ما فيهاش تهوية. رحت لصباح فقالت لي جابها لك منك، يعني بتحب الأطفال. تخليها عندك لحد ما أدبر نفسي، ها؟ بس الموضوع يمكن يطول شوية. انت عارف الظروف اليومين دول صعبه والبيزنس واقف. دي خدمه انسانيه حسن وانا مش هنساها لك. اسمها ياسمين. سلام. Perfect.
Why am I tied to this chair? What are you doing? سيد, whom are you calling? أنا خاطب شخصية مهمة جدا في البلد. جاهز ورقة وقلم. جاهز؟ اكتب. واحد 100,000 دولار. اتنين فيزا مفتوحة لأمريكا. ثلاثة تذكرة سفر لهوليود. هوليود. أربعة ناس في معهد فنون مسرحية الهرم ونادي القصة بالقصر العيني. كتب. خد نمرة التليفون 344-212. لو ما رديتوش عليا في خلال 5 دقايق هحط السيخ المحمي في صرصور ودنه. مشهد الحصار هيبقى عند القمر الصناعي. سيد, please untie me. I'll take you to Hollywood. I'll make you a star. What the hell is happening? You have 5 minutes. Then what? Then you go. قولهم يا فندم. مش ممكن, مش ممكن. هو في ايه؟ مش عارف. القهوة فاضية كده ليه؟ مش عارف. العيال راحوا فين؟ مش يمكن تكون اجازتهم النهاردة؟ مش عارف. امشي معاهم ولا كلمة. في ايه؟ في ايه؟ وديني على فين؟ في ايه؟ مساء الخير. ما شفتش بيسو؟ بيسو؟ ايه اللي حصل؟ موضوع تقيل. بيقول لك في واحد خواجه كبير قوي اتقتل. Chamber.
انتوا عارفين مين اللي اتقتل؟ مين؟ جدع الالماني اللي كان مسان سكارفيس. تعرف ايه عن سيد ابو زيد؟ ما اعرفش حد اسمه سيد ابو زيد. ما تعرفش ده؟ اعرفه، ده سيد سكارفيس. تعرف ايه عن سيد زفت؟ اعرف انه كان عايز يمثل في الفيلم اللي عامله. وايه بقى حكايه الفيلم اللي عايز تعمله؟ عايز تعمل فيلم مع شويه نصابين؟ انت عارف انك ممكن تتهم بتسويه سمعه البلد؟ يا الطاف الرحمن، يا الطاف الرحمن، انا ما عنديش اي رغبه في ان انا اسوق سمعه بلدي. امال اللي بتعمله ده تسميه ايه؟ دعايه سياحيه للبلد؟ هي دي الوطنيه اللي انت اتعلمتها؟ ايه دخل الوطنيه في قضيه سيد؟ انت هتتلمض معايا؟ انت دخلت جيش هنا؟ لا يا منجي من المهالك. يعني ما دخلتش جيش وتقاوح في الوطنيه وانت مش فاهم في كلامه؟ بس لو انا مش مسموح لي غير ان اقول ان الشباب بخير والحياه لونها بامبي، ولو قلت حاجه غير كده تتفسر على انها قله وطنيه وتسويق لسمعه البلد، فيبقى الغلط مش فيا. دوروا عليه في حته تانية، لان انا مش قلقان. هفضل احلم زي ما انا عايز. ما تحلم يا ابني، حد عايشك؟ هو انت يعني مش لاقي غير العيال الصيعه دي تحلم بيها؟ يا اخي احترم تاريخ ابوك وامك يا اخي. لو سمحت خلي ابويا وامي بره الموضوع. انا سايبك ترد على حضره الضابط وتتفلسف عليه ده بدل ما تشكره عشان بينصحك؟ الراجل عنده حق يا اخي، وياما قلنا لك الكلام ده قبل كده. معلش يا حضره الضابط، يا سعاده الباشا، طش شباب، امسحها فيا انا، امسحها فيا انا، ولا زعل نفسك ابدا. ثانيه واحده، انا لسه جاي لك بكلام. انت اساسا متهم انك مولت فيلم يسيء لسمعه البلد. انا مبسوط يا سي حسن؟ استريحت؟ اهي اتقندلت. انا بعد 40 سنه خدمه في السينما اتخذ تحري واتهم بخيانه البلد؟ انا كان قلبي حاسس من الاول انها هتنتهي في مديريه الامن. يا سعاده الباشا، اذا كان في اي شك في وطنيتي احب اطمن سعادتك، انا دخلت الجيش وحاربت في 48 لما انقطم ظهري. انا ماليش دعوه بظهرك، احنا في التهمه الموجهه لك، ايه ردك عليها؟ اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه. يا سعاده الباشا، انا هقول لسعادتك على كل حاجه. الموضوع ما فيه ان انا اعرف عيله الولد ده كويس من ساعه ما اتخرج وهو قاعد في البيت لا شغله ولا مشغله. والدته اتصلت بيا بحكم الصداقه اللي بينا وترجتني ان اساعده اشجعه. احرجتني، اتصلت بيها عشان انتج له فيلم، راح مفاجئني بحكايه الخراتيت بتاعته دي. انا رفضت طبعا، خراتيت ده ايه؟ هي البلد ناقصه مصايب؟ الو زينب، ارجوك تسمعيني كويس يا زينب. انا بتكلم الحاجز يا زينب، ما اقدرش عندي حس يا زينب، افهميني. ما يا ست، مش انا اللي قتلته ولا شرفني. اسمعيني بس، اسمعيني، انا بواجه لحظات حرجه سودة في حياتي يا زينب. انا عاوزك جنبي يا زينب، ارجوك ما تتخليش عني. انا ما بهددكيش، انا في عرض اللي جابوا اللي خلفوك يا زينب. يا زينب، thank you.
انت المسؤول هنا؟ ايوه انا. اتأخرت ليه؟ تعرف انت عملت ايه؟ ايه؟ بوظت النهاية. انت؟ نهاية الفيلم. طب افتح المحضر يا طلعت. انه في يومه وتاريخه. طلع اوقف اللي انت بتعمله ده طلع. انا جاي هنا عشان تفتح لي محضر؟ انا جاي انبهك على المصيبه اللي انت عملتها في السيناريو بتاعي. اتفضل اقرا. ايه ده؟ ده اللي كان المفروض يحصل. عرفت انا جيت هنا ليه؟ تغلطت غلطتين. الاولى لما بلغته محدش سأل فيا. التانية لما ما جيتوش عند القمر الصناعي عشان تحاصروني زي ما اتفقنا. كانت ايه النتيجة؟ مش عارفين. انهيار البطل الدرامي. اثبت ده عندك يا طلعت. اثبت يا فندم. طلعت انا قررت اديك فرصه ثانيه، بس توعدني انك ما تخيبش زي المره اللي فاتت. اوعدني. اوعدك بكره بالليل بعد الساعه 8 هتحاصروا مخبأ عند القمر الصناعي. انا هديك الاشاره. هي دي الاشاره. هتهجموا عليا بالطيارات الهليكوبتر. انا هقتل 18 عسكري وثلاث ضباط. انت هتتعور. بعد معركه جامده معايا تحس انكم هتتغلبوا. هتنسفوا المخبأ بتاعي بالقنابل اليدويه. تضربوني جامد بالرشاشات. هضطر اموت. هتلاقوا جنب جثتي السيناريو ده. تدول طلعتي يوديه هوليود. مع تحيات سيد سكارفيس. ازيك يا ماما؟ ازيك يا فندم؟ بكره التصوير الساعه 8 لازم تكونوا موجودين. ها؟ ايه اللي خلاك قتلت؟ هنضطر نعيد مشهد النهايه، التفاصيل كلها مع طلعت. طلعت بقى اقول لهم على كل حاجه. مستقبلي في ايديك يا طلعت. وانا لو كنت شاذ زي ما بتقول يا زينب ما كنتش بصيت في خلقتك. دموعك دي دموع تماسيح. تماسيح يا زينب ما فيهاش احاسيس. تبقى افتكريني. ممكن اعرف سيادتك جاي عشان ايه؟ الا جاي عشان ايه؟ جاي عشان اشوفك. وكنت فين المده دي كلها؟ كنت مكتئب يا حرام.
مسكين صعبت عليا. ويا ترى خفيت ولا لسه؟ دلوقتي بقيت احسن كتير، بركه في ياسمين. كانت فكره هايله انك بعتها لي. انت مش كنت عايز تتعكي معانا؟ اديك اتعكيت وجات لك بنت خرطيه تتربى في عزك. خرطيه؟ ايوه، مش امها خواجايه؟ صحيح عندك حق. ممكن اعرف انت جاي عايز ايه؟ اقول لك انت عايز ايه؟ يا ريت. عايز نعيط لك واقول لك ان انا هفضل احبك طول عمري ومش هنساك ابدا. بالظبط كده، ده لما تشوف حلمة ودنك. وحشتيني. سمعت ان في ناس هتعمل الفيلم بتاعك. طب وانت ناوي تعمل ايه؟ مش عارف. انا نسيت اقول لك حاجه، مايكل بعت لي جواب وعايزني اسافر له الهند. مايكل؟ ايه مايكل؟ مش ده اللي اداكي بومبا؟ ايوه، بس لسه بيحبني وعايز يتجوزني. كنت موافقه؟ شكرا قوي حسن الحكايه، خلي بالك من ياسمين. تصريح من خط السير. اشرب وهيس وانسى البوليس. حصلوني. ادي عزك الكذب. قلت لي بقى مين اللي مشغله؟ ما انا قلت لك يا باشا قبل كده مين اللي مشغله. ما تفكرني. اه العجوان يا باشا.
واللي اسمه سامي ده ملوش دعوه باي حاجه، ده منظره بس يا باشا. اه كده فكرتني، فأمرت قلت لك انه قريب ابو عجوه. صح يا باشا، بس هو ما يقربش لابو عجوه يا باشا، العجواني حاجه وابو عجوه حاجه تانية يا باشا. باذن انا بقى يا باشا اخلع قبل ما العجواني يجي، حسن لو لمحني هيلبسني اسود اكتر من لابس يا باشا. باي باي استك. باي باي يا باشا. اديني 10 دقايق وبعدين تهجم بكل قوتك. حاضر يا فندم. يلا يا عجواني العزا خلص. على فين يا حبيبي؟ على فين؟ على النادي، هناك بيقدموا وجبات غذائية مفيدة. لا يا باشا انا واكل ومية مية، مش عايز. مش عايز؟ ده انا جايب لك بدلة التشريفة معايا، قصدي بدلة النادي، انت وحبايبك اللي معاك دول. نكتة حلوة قوي، والتهمة ايه بقى المرة دي؟ التهريب والتجارة في الطرب، قصدي الترب. انا زبون هنا ومليش دعوة بأي حاجة. احنا عارفين ان المكان ده بتاعك، وان سامي ده واجهه وبس. سامي؟ سامي مين؟ انا معرفش حد بالاسم ده. احنا عرفنا كل حاجه. من استك؟ استك؟ استك مين؟ انا اول مره اسمع الاسم ده. ايه ده؟ هو ده البن المحوج؟ ايه اعمل لك فنجان. اخرس يلا قوم معايا انت اهو. على فكره انت كده بتضيع وقتك. انا اضرب وقتي منك. المهم انت تدور على محامي شاطر. محامي واحد بس؟ انا معايا هيئه محاميين من جامعة القاهرة ومن كامبريدج ومن السوربون، مش كده يا انح؟ كده يا ريس. قول اسمع سيارة. الشنطة دي كمان. الأفق. اطلع. اضرب. اضرب. سامي. سامي. زكي. قول اسمع سيارة. خلاص اتقطع عشنا. أنا جات لي فكرة جنة. فكرة إيه؟ هبيع الموتوسيكل. تبيع يا أخويا؟ الموتوسيكل ده ورث. هبيع الموتوسيكل عشان أدخل السباق وهفكرك عنتر هيعمل إيه؟ يلا زق زق زق. لك عنتر كل اللي راهم عليه شبهك من بني عبس. شايفوك؟ نعم. انا جات لي فكره. فكره ايه؟ ما الموتوسيكل راح خلاص. انا بس عارف يا خساره الموتوسيكل.
انا طوعك ليه؟ اطوعك ليه؟ نفسي افهم. ده انا لسه لحمه امبارح كان فيه خرمين. يا خساره اللحام، يا خساره اللحام. انت ما انتش عارف الموتوسيكل ده ايه بالنسبه لي. ده ورثي الوحيد عن جدي الله يرحمه. هفتح لك عجلاتي في نفس المكان اللي كان فاتح فيه جدك. مش محتاجين الا تيه الليله. ماشي. مساء الفل. خطوبه، طهور، سحور، اي حاجه. دي العمليه مجنطه خالص. ماشي. حسن. بقول لك ايه يا حسن؟ قول. استنى استنى. هنا ايه في ايه؟ انا تعبت مش قادر اكمل والله. جعان وتعبان يا حسن، وبعدين عندي مغص وحاسس ان الكلى ابتدت تشتغل عليا. مش عارف انت لو تسمع كلامي، احنا نعيش في البلد دي ملوك. ملوك؟ ملوك ازاي ان شاء الله؟ انت عارف قشطه اللي نزلوها في السباق دي على اخر لحظه. الحصانه دي ما كانش معمول حسابها في السباق، نزلت وهي اللي قشت. لو انت عايز تراهن على قشطه، القشطه دي اللي هتقشطها على الاخر. يا جدع انت ما حرقتناش حاجه امبارح. اقلع لك هدومي يعني عشان تستريح وتبيعها؟ يا عم تقلع هدومك ايه؟ ده انت صاحبي اللي طلعت بيه من الدنيا دي كلها. ايوه ايوه. الشويتين بتوع في رمز انا فاهمهم. قول عايز ايه؟ هات من الاخر. لا في عندنا حاجه كده يعني مش محتاجينها، لو رهناها هتفك ازمتنا. احنا عندنا حاجه مش محتاجينها؟ ايه دي؟ الساكس وترومبت. انت طرقعت على الاخر. ولو جالك شغل هتزمر بايه؟ بمناخيرك ولا بقك؟ تعال بس تعال. هاجي فين يا جدع؟ ايه مفيش حاجه النهارده؟ انت تاني ان شاء الله جنازه حتى. صحيح، اللي اختشوا ماتوا. حبيبتي يا عسل يا مدندشه. ازيك يا عبد الفضيل؟ استحملت انا السبت اللي فات. عاصم ما انت عارفه روحي بقى، انا ما منعنيش عنك غير الشديد القوي. طبخت له كل اللي عايزه، الحلو والحادق. والحادق ده لسه موجود؟ كنت فين يا عاصم؟ كنت فين يا عاصم؟ يا اخي ما احنا كنا مع بعض. الله انت تنسى ولا ايه؟ اصل الواد زكي تعب، جات له كلى وكريزه بقى. مش هقول لك، نقل دم وقصه قصه. صح، نقل دم منه عشان كده دم تقل شويه. ما انت عارفه روحي بقى، احنا فصيله دمنا واحده. اوه هنكون في فندق خمس نجوم في الغردقه، واكلين شاربين متنيلين. ها؟ لا لا ما تخافيش عليهم، هيكونوا في مسؤوليتي. ها؟ تاني هما بنتين، ساكس وترومبيت. هي اسطى ابو زيد. نعم؟ انا مين؟ انا مازن. مازن. قفلت السكه. ايه ده؟ دي اصلها كانت في العلوي قوي ووقعت، جالها انهيار عصبي بعد عنكم. ايوه يعني احنا كده ناقصنا بنتين. ما تكلم الست هوانم. المهم في شغل لينا ولا لا؟ طبعا عندنا طلبيه ترومبيت وساكسفون. ترومبيت؟ مش كده يا صفية؟ ايوه يا فضيلة. يا صفية هو انت هنا يا حياتي؟ طب الشغل ده فين؟ الله يرحم زمان والفنانين كلهم بتوع زمان. اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه بس دلوقتي؟ كان لازم يعني واحده تتجوز والتانيه تخلف والتانيه تعتزل. انا عايزه الحق الاتوبيس. وانت انت يا زفت الطين اللي اسمك راضي، انا عايزه افهم كنت فين بقى لما واحده اتجوزت والتانيه خلفت والتالته اعتزلت؟ ها؟ انا خلاص مش طايقاك ورمت منك، انا قررت افصلك. وانا موافق يا ست نهايه، بس لازم تبقوا عارفين حاجه، انا بشتغل مدير فرقه مش نادورجي. يا سلام يا خي، انا درج. قال ايه وبتعمل ايه في اسكندريه؟ واد رباب يا ستي اتعادت مع صالح الانونجي. هو صالح الانونجي عمل فرقه؟ سامح منال، نبيل ناجي، حنان واختها. حنان واختها بس لقيتها. ايه رايكم في حنان واختها؟ مين حنان واختها؟ حنان واختها انا قريتها كده زي عمر ودياب، دي عليها حته رجل حنان واختها، ده مقاس جزمتها 45. يا حضره مدير الفرقه، حنان واختها بيجهزوا الدخل لخطوم الكبيره، بس حضرتك ناسي. انا بقى عندي راي، نقفلها ونجيب ضرافها ونبطل شغل.
يلا يلا يا استاذ راضي، وما تنساش ميعاد الاتوبيس بكره. مساء الفل. مساء الخير يا باشا. احنا كنا جايين عشان الشغلانه بتاعت الغردقه دي. ايوه انا مالي. وانا زكي. وانا عاصم. حد قال لكم انا عايز قرود؟ يلا يلا يا فوق انت وغلط. سعادتك بس قرود ايه؟ مش حضرتك عايز ساكس وترومبت؟ ايوه الالات مظبوطه بس انتوا لا. واحنا لا ليه يا فندم؟ ايه الغلط فينا يعني؟ هنلخبط الباتي على السيكه ولا هنعمل لك صبا ونقول لك ده جاز؟ جاز ايه يا ابني انت؟ حجاز. حجاز. شكلكم كده ما ينفعتيش. حكايه الشكل ده احنا اهو احنا اهو. الله يا ابني هتبقوا بنات. لا بنات صعب قوي. بنات ايه؟ هي دي فرقه بنات؟ ايوه يا سيدي ايوه فرقه بنات. ها اتطرقوا بقى. بعد ما اللي بتعملوا فينا فضيله وصفيه هنبقى ستات على اخر الزمن. ده اللي ناقص. لا علم حضرتك يا باشا احنا لو بقينا بنات هنبقى بنات كده. بنات افكار بنات لوز. وايه اللي ناقصنا يعني؟ باروكتين و وبالونتين وبدل البدل جيبات وفساتين ونرقص لك رقص ولا اجدع رقاصه. تعرف عاصم ده لما يتقصع ولا فيفي عبده. باشا باشا زكي يا باشا بقى في القصير مش هقول لك. حبيبي يا عمر حبيبي يا عمر يا عمر صاحبك سخن شويه ونسمي نفسنا عصمت وزكيه. ايه رايك يا عصمت؟ عصمت وزكيه. يلا شكينا باشا. يلا يلا يلا. على فكره فرقه انغام الليل عايزين ساكس وترومبيت الليله ب 150 جنيه. موافقين يا باشا والله العظيم موافقين. موافقين ايه؟ انت عارف انغام الليل دي ايه؟ دي الفيوم تروح على 150 جنيه. وايه يعني 150 جنيه؟ راجع الموتوسيكل. ولا اقول لك ياض احنا نراهن بيهم على قشطه بس مش هراهن على حاجه خالص. ايوه يا شمشمه. يلا عملت ايه مع البنتين بتوع محاسن العلمه؟ الحق واحد دلوقتي هنسافر في يوم ازاي؟ ده سفر يابا. ما تقلقش تعالى بس تعالى. عملتوا ايه يا بنات؟ عملنا كده اهو. يا الاموره هتسهر فين النهارده؟ لا النهارده في فيلم هايل في التلفزيون. بذمتك يعني مش عايزه تمشي شويه على النيل كده مع بعضينا؟ لا ماليش مزاج ومش عايزه اتمشى. طب كنت عايز العربيه النهارده. عربيتي يا نجل. النهارده بس. النهارده بس. النهارده بس يا عزم يا عسل. عسل انا عسل جدا. انا عسل. 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 بقول لك ايه يا عسل؟ ما تسيبك من البنت الفضيله ديت وتسيبها لنا شويه. ايه طبعت ولا ايه؟ البنت عجبتني بصراحه. فرق برج. عندك ارض اهو وانا ارمي اللي في ايدك على الارض. ارمي. حط ايدك في دماغك. في دماغك. هو احنا اسرع حرب لا مؤاخذه يعني؟ انت هتستهبط؟ لا انا بسال يعني. فتش وما دوكش. معاكوا سلاح؟ سلاح يا حضرتك احنا على فكره انا زكي. انا زكي زكي بلعب ساكس. اثبت. من انا عاصم؟ لا انا اللي زكي. من انا عاصم؟ انا عاصم بلعب ساكس وانا بلعب ترومبت. ولو حضرتك مدقاك الحكايه ديت احنا ممكن نعتذر. مزكاتيه لا نصحيه. تعمل ايه هنا انا؟ جايين ناخد عربيتنا. فين دي عربيتك انا؟ انهي عربيه؟ انتوا مش عارفينها ولا ايه؟ لا مخدودين بس. يا دي علي. يا علي انت بتجرش عربيات من ورايا انا؟ معقوله يا باشا؟ احنا عربيتنا الفولكس الحمراء اللي واقفه هناك دي. ايوه الحمراء اللي هناك واقفه فولكس. خد عربيتك وخلاص انتهينا. تعال دوك. تعال العب بابا. ايه الجراش ده؟ طلع معاك الاسعار طلع بره. اسمع في الترابيزه. داري.
والله زمان يا أستك. ايه يا ولد لسه بتمط ولا بطلت مط؟ عجواني انت ايه اللي جابك هنا؟ اللي جابني جاي يرد لك الجميل. بقول لك ايه، صحابك اللي انت بتحكي لهم كل حاجه بالتفصيل ما لقيوش الصندوق. انا ما اعرفش اي حاجه عن اللي انت بتقوله ده. بقول لك ايه، تاخده يا خساره يا استك. ثلاثة دام ما دام غير وجع الله. انا بقى اللي هلسعك المره دي. باي باي يا استك. بلاش عجواني. خد يا لك وهو. ايه ده؟ ايه ده؟ ما شفناش اي حاجه خالص. انت شفت حاجه؟ عشان الناس اللي ماتوا دول انا ما كنتش هنا يا باشا، وبعدين مؤكد هم يستاهلوا، هم ناس وحشين. احنا ما شفناش بعض قبل كده؟ مش احنا كنا جايين ناخد عربيتنا وماشيين على طول. تاني عربيتنا؟ هي مش عربيتنا، هي عربية واحدة اسمها فضيلة. أنا ممكن خمس دقايق أجيبها لك ونخلص الموضوع ده، يلا يا عاصم. بقول لك استنى منك ليه؟ احنا صحيح رايحين فين؟ احنا رايحين بعيد خالص يا باشا. مش عايز ولا كلمة. لا مش هنتكلم خالص. ولا هنتنفس. أنتوا فعلا مش هتتنفسوا تاني. هوبا بليس يا ريس. يلا يا خفيف انت وهو. هوبا طلعها وطلع عليك كل ده حل دم. طب انا محيرش ورا الدم دلوقتي، اعرفه مكاننا وفضيله دمك معروفه اهو. هوبا هو انت موديني على فين؟ لابعد مكان نقدر نوصل له. يا عم انت بتوهم هم ولا بتوهني انا؟ انت ما تعرفش الناس دي؟ يعني انت اللي عارفهم، هتعمل لي فيها رافه الحجان دلوقتي؟ بلغ البوليس. استنى معايا كارت. لا من ناحيه السهم، من ناحيه السهم يا بوعه. يلا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت مش بتبلغ البوليس؟ بوليس احنا قدهم. طب خلاص يلا نخلع. يا عم نخلع ايه؟ ده احنا هنحلق. ايه ده نحلق ايه؟ ايه نصح. الو استاذ مازن، انا سمعت ان حضرتك عايز اتنين، واحده بتلعب ترومبت وواحده بتلعب ساكس. ايوه ايوه اوكي 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 اوكي. باي باي. هما بيمشوا ازاي بالحاجات ديت؟ بتهيالي كده محتاجه تدريب. بيمشوا كده كده. طب انا بردت في سلهوب هوا داخل من تحت. يا اخي ما كل الستات ماشيه اهي، في حد مات؟ حاسس اني عريان والناس كلها بتتفرج عليا. دي منظر جاي حد يبص عليها؟ يا بنت ما تتفرج. يلا انا خالي. ولا بلاش يا ابني ما فيهاش حظ. يلا يا سكره. معقوله دي حاجه تانيه خالص؟ بقول لك ايه، اهدى ايه. لما نبقى نروح الغردقه ايه العزباله دي ونرميها، ولما ترجع راجل اعمل اللي انت عايزه. انا خايف من حكايه الستات ديت. ليه خايف ليه؟ ما حدش قال لك تحبل. احبل دي اللي مش ممكن تقنعني بيها ابدا. بقول لك ايه، هو ده اللي ناقص. استنى بس معلش. ايه العجواني ورجالته ورانا والاوتوبيس قدامنا. اوتوبيس ولا عجواني؟ لا اوتوبيس. طيب يلا يلا بينا. احنا جينا اهو. انتوا اللي بعتكم المكتب؟ ايوه. الجداد؟ اه طبعا جداد، ده احنا جداد لانج. الاستاذ راضي مدير الفرقه، وانا نهايه الجمال. وانا عصمت. وانا نونا انشانتي. عسل. سكس وترومبيت، انتوا انقذتوا الفرقه يا جماعه. المهم قولوا لي كنتوا بتشتغلوا فين قبل كده؟ هنا. لا هناك. لا احنا بتاع كله بصراحه. احنا خريجات الكونسرفاتوار. الكونسرفاتوار؟ ام التريتوار. طب يلا اطلعوا. انت يا لونا كرسي 7 وانت يا عصمه 8. وانت كام؟ انا معاك. يلا يلا سيبوا الشنط يلا.
يا الحيط. شكلهم ما ينطمنش ابدا، مخنشرين قوي. بالعكس انا شايفهم نسوان عسل كده. طب ممكن اقلع الباروكه وانا نايم؟ مفيش باروكه، ما نضمنش الظروف. نونه بقى يا حبيبتي تصبحي على خير. وانت من اهله يا عصمت. بقول لك ايه، زي ما اتفقنا هتقولي ايه سمعيني بقى. انا ست. ايوه انا ست. ايوه انا ست. ها انا ست. يلا كمان مره. انا ست. انا ست. ها انا ست. انا ست. انا ست. انا ست. انا ست. سكر؟ كنت عايزة اشكرك على اللي عملتيه معي، انت فعلا راجل. عرفت ازاي؟ قصدي مش عارفك يعني. لا ايه الراجل دي، معقولة احنا بنات لازم نقف جنب بعض يعني؟ لولاكي كان زمانهم رموني في الصحراء. معقولة حد يرمي النعمة؟ ده حتى يبقى حرام. ايه ده؟ الدنيا برد قوي هنا. لو بتفكري تعملي اي حاجة انا ممكن اعملها لك. اي حاجة؟ اي حاجة؟ ده انا ممكن افكر في مليون حاجة. نهاية. نهاية دي بداية. سكرة تعالي تعالي، هي تلاقيها بس بتتمم. مش عايزاها تشوفنا مع بعض. لا ما تخافيش، تشوفنا زي مع بعض. وبعدين انا مش هجيب سيرة لحد خالص، ولا حتى العصمت. لعلمك عصمت دي قرشانة. انا هستنى معاك هنا لغاية ما ترجع تاني اوضتها. يا حبيبتي براحتك، استني معايا سريرك ومطرحك. انا زنقاكي كده؟ ايه زنقاكي دي؟ خدي راحتك خالص، خشي خش. انا احب الدفى زي عينيا. عارفة يا نونة، وانا صغيرة كنت بحب انام جنب اختي. يا سلام. واخدها في حضني بعدين نطفي النور ونتغطى بالبطانية، هبص في عينيها وهي تبص في عينيا ونبتدي نحلم. طمت يلا يلا احلمي. مالك؟ ايه؟ يا حرام دي انتي بتترعشي. هي مش رعشة على قد ما هي اعصاب يعني. ايه ده؟ انتي مولعة ورجليكي ساقعة موت. انا هدفي عمرك. كفايه. استني بس. كفايه اعملي معروف. ايه رايك؟ مش كده احسن؟ طبعا احسن. بس انا ست. انا ست. انا ست. انا ست. انا ست. انا ست. بتقولي ايه؟ قصدي اقول ان انا ست بس تعبانه يعني، يعني عيانه يعني. مش انت رايحه فين؟ انا كمان عيانه. طيب يعني انت عيانه وانا عيانه، نحن عنيانين مع بعض يعني. عارفه احسن حاجه ايه؟ ايه؟ سيجاره. عندك؟ ايوه عندي. تعملي ايه؟ يا حلاوه المولد يا حلاوه. الدنيا برد بره وبرد جوه، الواحد كده هيعيا، قصدي الواحده هتعيا. هتوقعيني؟ استني. ويعني ما تقعي، انا عايزك تقعي. انا عندي ليكي مفاجاه. تعالي اقعدي اقعدي. بصي بقى هعمل لك مفاجاه ما حصلتش. يلا اعمي نفسك.
انا وانتي وعصمت جوه، انا وانتي انا وانتي وبس. انت طعمة قوي، سكرة قوي. هاي ازيك؟ هاي سكرة. هاي نونة. ايه بتعملوا ايه؟ ما تيجي. ايه تيجي ديت؟ طب انا جاي. لا لا طنشي طنشي، مفيش احلى من قعده البلكون. عايز احكي لك حكايه الشاطر حسن وست الحسن والجميل لما كانوا قاعدين في البلكون، عمل فيها عمل فظيع. يا ايناس يا ايناس يا انس، قومي يلا وصحي منى وحصليها على اوضه نونا، في حفله هناك. واوعي تنسي ازازه الويسكي اللي اندكيناها. منى منى موني موني، قومي في حفله، في حفله قومي. بس يا ستي، راح الشاطر حسن زنق ست الحسن وجمال في الكورنر بتاع ايه البلكونه. لا لا اصلته، لا اصل دي حفله خاصه، انتوا مش فاهمين ايه ده. انتوا ايه؟ لا اصل مش في تعليمات تناموا بدري. لا ما هو انتوا مش فاهمين، مش فاهمين. انا و لا هو ايه ده ايه ده ايه ده بقى؟ لا استنوا، عصمت لا عصمت نايمه كده تصحى. لا 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 يلا يلا ايه؟ يلا تلج ايه؟ يلا انتوا جايبين الشرب ولا سجاير؟ ماشي كل حاجه. اول مره اشوف ست بالطريقه دي. بس خليكي خليكي انا معاها بقى. انا هروح اجيب لكم ثلج. لا استني، رايحه فين يا سكره؟ اروح اجيب الثلج. لا ازاي استني، الله ما دي هتروح. تعالى طب استنوا استنوا استنوا، انا عايز احكي لكم حكايه الشاطر حسن عمل ايه مع الستات اللي في البلكونه. استنى استنى احكي لك. رايحه اجيب ثلج. تعملي ايه عندك؟ سرقتها، كانوا حاطينها على اللحمة. مقصودش انتي مش خايفة؟ لا تقدري تقولي اتعودت. غبية على فكرة، انتي مش غبية بس جريئة قوي. قوليها بصراحة، انا لو ما كنتش غبية ما كنتش فضلت في الفرقة دي لغاية الوقت. وايه اللي مخليكي؟ قبل كده كنت بشتغل مع فرقة رجالة بس ما قدرتش اتعامل معاهم. انت اشتغلتي فرقه رجاله قبل كده؟ مين انا؟ لا طبعا. اهو ده اللي انا بهرب منه، انا اشتغلت مع ست فرق رجاله، مش عايزه اقول لك. انا عارفه الرجاله دول ما لهمش امان، خاينين يعني حاجه زي كده. اكيد وقعتي في راجل بسباص بتاع نسوان. لا ما تخافيش عليا، انا مش سهله وثقتي في نفسي ملهاش حدود. مشكلتي ان عندي حساسيه ناحيه بتوع الساكس. حقيقي؟ اول ما ابتدي اغني ويبتدي يلعب ورايا اسمعه هو بس، بعد ما اخلص الاغنيه اقعد اعد العشرة لعشرين لمية عشان ما اجريش وراه وابوس. انت عارفه انا بلعب ساكس. ايوه بس انت بنت الحمد لله. عشان كده انا بشتغل مع الفرقه دي، طول عمري بهرب منهم. في حد برضه بيهرب من الرجاله؟ انا اصلك ما تعرفيهمش، لكن كلكم وبتوع الساكس دولكم تاني، وانا بعيد عنهم تلاقيني بدور عليهم، واول ما اقرب منهم احس ان عايش اجمل قصه حب بجد. لكن برضه اتفاجئ انه عايز فلوس يشرب بيها يلعب قمار برضه، هو تديله تصحي الصبح ما تلاقيهوش. غبيه مش كده؟ الذكاء مش كل حاجه. بس انا عايزه اقولك على حاجه، انا خلاص مش هقف اللعبه البايخه دي تاني، انا كرهت حظي. تلج فين؟ عارفه يا عصمت، انا في ديسمبر الجاي هتم 23 سنه، عشان كده هبتدي افكر. تفكري في ايه؟ زوج اسره. عرفتي ليه انا مبسوطه ان انا جايه الغردقه؟ وطبعا عايزه غني مش كده؟ مش مليونير، كفايه يكون عنده شقه عربيه شاليه. يا سلام بقى لو عنده يخت، بحلم مش كده؟
لا لا لا، بس على فكرة ممكن تلاقي. وانت كمان يا عصمت ان شاء الله هتلاقي. بس بقى انا عايزاه طول بعرض ماله يدومه يعني عشان يقدر. انا بقى عايزه جوزي بنضاره. نضاره؟ اصل الرجاله اللي بيلبسوا نضاره دايما بتلاقيهم حساسين وجذابين رومانسيين. انت ما لاحظتيش الموضوع ده قبل كده؟ دلوقتي بس لاحظت من كتر قرايه الجرايد والعواميد الصغيره نظرهم بيضعوا. طول عمري كان نفسي ازور زنقة الستات، هجيت لحد عندي. لا 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 بلاش اللعبة بالثلج، بلاش اللعبة بالثلج. لا لعبة بالثلج لا لا بلاش بس. طب هقول لكم حاجة، هقول لكم حاجة، بلاش نلعب بالثلج ونلعب لعبة البوز. يلا ويعني ما تيجي يا ماما. مدام نهاية زلزال؟ زلزال ايه؟ بركان يا راضي. بركان جديد ده. اللي انت بتحلمي علشان مجال غردقه دول اشبال تحت التسعين. اقل واحد فيهم عنده 75 سنه. بس دول خلاص قربوا يسافروا السفريه الابديه. وان واي تيكت. يمكن عندهم احفاد هنا. يمكن مفاتيح الاوضه. حد شاف جراب النضاره يا جماعه؟ النضاره دي انت كمان هاتي. ايناس وسمر. ايناس وسمر 116 مديحه ولبنى 417 مديحه ولبنى سوسن وساره. سوسن يلا يلا ساره. منى وسكره. منى. عصمت ونونا. عصمت يلا يلا سكره يلا نونا. نونا نونا تاخد رود وياره. اسم الله عليك. اسمحي لي بالشرف ده. معقولة ما يصحش كده يا سليمان؟ سليمان الساكت. وساكت ليه؟ ما انت بتتكلم اهو. لا ده انا اسمي كده على بعضه، سليمان الساكت صاحب محلات الساكت المجوهرات. اهلا وسهلا. وبالهانم اسمها ايه؟ هانم مين؟ انا اسمي نونة. اسم جميل كله مزيكا. تحب المزيكا؟ احب الفن قوي. ابقى تعال احضر الحفله بتاعت فرقتنا ان شاء الله. بس ممكن اشيل عنك دي حاجه تقيله قوي. اتفضل. احبش اكسف رجاله ابدا في الشيل دي. ورايا. استني انت كنت شايلها ازاي؟ ولو ان عيب ان الواحد يسال سؤال زي كده الواحده ست بيقابلها لاول مره. انما انت عمرك كام سنه؟ تديني كام؟ يا 22 26 ما يزيدش عن كده. ايه النصحة دي؟ وانت تديني كام؟
اديك اعدام. ها؟ قصدي من 35 ل 85. ايه الذكاء ده؟ على فكره انا احب الفن والفنانات قوي. والجيبات والشرابات. لا انا بكلمك بجد، دي كل عيلتنا تحب الفن والفنانات. انا من حبي للفن والفنانات اتجوزت منهم حوالي 7 8. 7 8 اللي هو انت مش فاكر كام؟ لا مش فاكر، بس ماما فاكره، وهي على فكره زعلانه مني ان انا بكرر الحكايه دي كتير. صراحة امك عندها حق تزعل، ده انت سمعه سيئه للرجاله. نونا انا عايز اتعشى معاك الليله. اسفه مش فاضيه، عندي حفله، عندي شغل. يا روح قلبي، قصدي انا بعد الشغل بتاعك نتعشى. افكر. انت بتلعبي مزيكا ايه؟ لا انا ما بلعبش، انا بنفخ. عايز الطلب ايه ده؟ انت بتخاني؟ لما ابقى عصبي، قصدي عصبيه، ولما الاقي حد كمان بيضايقني. لا دي ماما تزعل مني خالص، دي ما بتحبش التدخين. بقول لك يا سليمان يا ساكت، لو سمحت لحد هنا بقى ونفترق. لا نفترق ده ازاي؟ ده احنا مش هنفترق طول العمر يا عليا. جرى يا راجل انت؟ انت الشنط دي مناختني دراعي. سيبهم انا هشيلهم. انت يا ابني بتتفرج عليا، ما تيجي تشيل. خد اتنونه وعصمت. ها خد دول. اتفضل بقى حضرتك، وريني عرض كتافك. نونا ايه ده؟ نونا ايه ده؟ انت اتجننت؟ انت فاكرني ايه؟ يعني انت يا سليمان يا ساكت طول عمرك جاي تنطق معايا انا؟ انا اسف، انا ما قدرتش امسك نفسي. خلاص اتفضل بقى، مع السلامة. نونا ايه؟ انا بفلوسي هخليكي اشهر واحدة في الفرقة دي. يا وصلتي؟ انت عايزني ابقى فتاة الغردقة؟ بص يا نونا، يا جدع انت احترم نفسك. انت وحش. نونا كل دي ايدي يا نونا. تخيلي نفس الرقم الاوضه اللي نزلت فيه قبل كده، بس التانيه كانت في اسكندريه. فكرتيني بالولد اللي كان معايا في الفرقه. هو كان بيلعب ساكس برضه؟ امال هيلعب ايه؟ ولا يهمك، انت هنا بقى هتقابلي المليونير اللي بتحلمي بيه مش كده؟ يا سلام، عرفتي ازاي؟ الست بتحسي بالست اللي زيها؟ اوكي باي باي. ادخل. شنط التيه احطهم عندك لو سمحت، ودي كمان. هنايا يا عسل يا عسل. انت رقبتك فيها حاجه؟ رقبت مين؟ سوري، عايز بقشيش. ثانيه واحده. بقشيش مين؟ احنا خلاص طلعنا سمن. فقولي ايه يا حلو، انت هتخلصي النهارده الساعه كام؟ ليه؟ انا عندي شغل بس ممكن اسوق عاد. يعني انت مش شايف ان انت صغير شويه على الحاجات دي؟ انت في سنه كام؟ سنتين مين وصغير مين؟ بتتكلمي في ايه؟ ايه ده انت هتعمل ايه؟ ولا حاجه، هوليك البطاقه. بطاقه؟ ايه؟ يلا مع السلامه. اتفضل. مع السلامه. ما احبش البت السهله ابدا، اموت في الواحده اللي توخني. توخيني بقى. فقولك ايه؟ انت توسعي سمنتة النقطه وانا هجيب معايا المايه واتي. ها؟ رده المايه في زورك. ظريفه. طيب قذر حب يتهجم عليا، فاكرني ست من ايام. ايه اللي حصل؟ قرصني. فين؟ حسن. ايه ده بقى؟ ده منظر ست؟ ده بقى دي ست تتعاكس؟ ده انا شكلي قطع القلب. يلا اديك عرفت النص التاني عايش ازاي. عرفت، بس برضو عرفت ان في رجاله كتير تافهه. والله عندك حق، بس يعني ده منظر حد يرايل عليه. انا زهقت من حكايه الستات ديت. انا راجل، عارف يعني ايه راجل. لازم نمشي. نمشي نروح فين؟
انت وعدتني اول ما نوصل الغردقه نزوغ ونخلع على طول. ايوه نزوغ نروح فين؟ اي فرقه يا اخي؟ بقول لك ايه يا خبي، العجواني ورجالته زمانهم قلبين علينا الدنيا، بيدوروا علينا في كل فرق البلد. بصراحه اللي احنا فيه ده قله قيمه، بيطمعوا فينا الناس. ايه يعني يا اخويا؟ ايه يعني اتقرصت؟ ايه المشكله يعني؟ مش احسن ما تشوف نفسك وانت بتشرب دم؟ طب اخرتها ايه؟ طب مستعجل على ايه؟ قاعدين في فندق حلو، بناكل بنشرب بننزل على الميه بنشوف حريم، عايز ايه تاني؟ واخر الليله بتاخد الاوبايك بتاعك، عايز ايه تاني؟ ما تصحش عليا، انا فاهمك كويس قوي، انت لابت هنا عشان خاطر البنت سكره، صح ولا لا؟ انا سكره مش كده؟ ايوه انا شفتكم مع بعض في الاتوبيس، كنتوا قاعدين بتضحكوا عاملين جو وبتسلفوا لبعض الروش. يا ابني سكره دي زي اختي. اختك؟ خش في عيب خش. قال اختك؟ قال من امتى يا اخويا؟ لعلمك من هنا وراح عراقبك. في حد مخبط. ادخل. لو سمحتوا يا بنات، ما حدش شاف نظارتي وشنطتي؟ لا ما شفناهاش. هو كده نظارتي وشنطتي راحوا، يبقى اكيد في حراميه هنا. ميرسي يا ما لا ما انا لازم الاقي النضاره. الحمد لله نظره ضعيفه. نونا عاصمك، احنا رايحين نعوم، تيجوا معانا؟ ايه نعوم؟ اوكي نعوم يلا. سوري انا مش هقدر اجي معاكم، انا ما عنديش مايو. وايه المشكله؟ مالك كمان ما عنديش مايو؟ اهي ما عندهاش مايو. صحيح، ده انا لا يمكن يبقى عندي مايو. احنا ممكن نشتري من الاوتيل. انا لا يمكن اشتري من الاوتيل. ايه رايك يا عصمت؟ لا انا هدخل اخد حمام. بس انا ممكن اتصرف. البحر النهارده يجنن والشمس تحفه. هو يا نونا جلدك يتحرق من الشمس. ما تخافيش، انا معايا كريم وهدهن لها جسمها. سمعتي؟ هتدهن لي جسمي وانا هدهن لها جسمها، هندهن لبعضينا. يلا يلا يا سكر. هوبا. كنت بلعب عقله. جسمك ضخم قوي من رمي الجله. وايه التعويره دي؟ لا دي واحده رمت عليا قله. ايه ده ايه ده؟ ازاي دراعك كده؟ ايه ده ولا رجليكي؟ ده اهمال. يلا يا باسم. تمام يا كابتن. يلا يلا يا باسم. يلا يا كابتن. يلا يا باسم يلا يلا. يلا بلاش لسه. اتاكدي يا انسه تكوني وقعتي ولا حاجه. ليه بقى؟ يعني اي واحده بتقع بعد انت تكتشف انا مين تبدا تحط نفسها على كرسي متحرك وتدخل المحكمه بتعويضات مليون اتنين، يعني استغلال. لا ما تخافش انا مش هعمل كده مهما كانت النتيجه. شكرا. هو في ايه؟ انت مين؟ والنبي ايه؟
سكارة. تعمل ايه دي؟ احنا ما شفناش بعض قبل كده. ما افتكرش. انت نازل في الفندق؟ لا، بس انا شفت وشك ده قبل كده. فين يا بنت يا سكارة؟ فين يا بنت يا سكارة؟ ممكن في مجلة، في جورنال، يعني اعلان عن تبرعات جماعية. يمكن. لو سمحتي كده شوية يا نساء، انا مش شايف منظر البحر، لو سمحتي. منظر ايه؟ دلوقتي معادي كوكتيل بتاعي هيرفعوا العلم. انت عندك يخت؟ انا واحد فيهم الكبير؟ انا ما بحبش اليخت اللي ياخد اكتر من 12 فرد. الله، مين اللي هيرفع العلم؟ مراتك؟ العمال. مين اللي بيعمل لك الاكل؟ الطباخين. شوفي، لو يهمك تعرفي اني متجوز ولا مش متجوز. انا مش متجوز. تعالي تعالي تعالي، اتفضلي اتفضلي اتفضلي. ايه اخبار الاوبايل؟ اه قصدي البورصة. البورصة في الطالع. يعني عملت لك نص ارنب كده؟ ايه ده، انت بتلعبي مع الارانب ولا ايه؟ لا، انا بلعب مزيك وبغني كمان. فنانة. ولمزاجك ولا في وقت فراغك؟ لمزاج الفندق والمعازيم والنقطة، حسب الجو. انا جاية مع فرقة بنات. انتوا بقى فرقة البنات اللي بتعمل الموسيقى بتاعت اليومين دول؟ ايوه، احنا بتوع اليومين دول. فعلا الشباب دلوقتي بيفضل الموسيقى الصخبة، لكن انا شخصيا انا بفضل مزيكة زمان فيها طرب. وانا كمان، انا كمان متخرجة من معهد موسيقى. هايل. واهلك بقى موافقين على شغلك مع الفرقة دي؟ لا طبعا، بابا منع عني المصروف. عنده حق. فين الاغاني الشبابية بتاعت اليومين دولت من الطرب بتاع زمان؟ السلام السلام على حفلات الموسيقى العربية. ولا فرقة ام كلثوم؟ غريبة، احنا ما تقابلناش قبل كده. انا ازاي ما قابلتش واحدة زيك من زمان؟ انت راجل ذوق قوي، وشكلك هتطلع طيب وغلبان. نعم. انت هتعمل ايه الليلة؟ شوف يا سكرة، انا باجي على الشط مرتين. مرتين بس؟ يعني مرتين ثلاثة في الاسبوع. هعمل ايه؟ شغلي واخد كل وقتي. لعلمك هوايتي هي اللي بتحبني. هوايتك؟ وارثها عن ابويا وجدي، السوسيس. مرسي سكر. انت قاعده بتاكلي؟ احنا عايزين نلحق نغير. روح انت يا نونا وانا هحصلك. براحتك. يا سلام. يا نسا في حاجه؟ شوفي كل واحده تشوفني تعمل كده. انا كمان يا نونا افتكرته. معقوله يا شيخه تفتكريه؟ شويه يا نسا، لو سمحت شويه شويه. حاسبي يا نونا، هو مستني اشاره من اليخت بتاعه. يخت بتاعه؟ ايوه. تصوري ما بيشيلش غير 12 فرد بس. ده اكيد ياخد اجره جيزه بقى. نونا صاحبتي، احنا مضطرين نمشي بقى دلوقتي. يلا يا نونا. انا اتشرفت بمعرفتك. على كل حال انت معزوم على السهره الليله. هحاول. لا تحاول ايه، لازم تيجي يا حبوب. ها. وما تنساش تجيب اليخت بتاعك في ديلك وانت جاي. ها، يخت عليها وعلى جمال رجليها. بقول لك يا سكره، هي ايه حكايه الواد ده؟ بقول لك ايه يا نونا، مالكيش دعوه بالواد ده. الواد ده بتاعي وانا اللي وقعته الاول. انا حبيت بس انصحك نصيحه تحطيها حلقه في ودنك. انا لو كنت بنت وانا طبعا بنت، كنت حافظت على كل خطواتي. شرف البنت زي عود القصب، لو اتعصر مره ما يتعصرش تاني. وبصراحه بقى انت عودك مسوس، يعني لازم تحافظي على نفسك. انا لو كنت عملت حساب لخطواتي ما كنتش قابلته. وبعدين انا مش جاي صبر. استنى، انا عايز اكلي واقول لي اثبت بسرعه. انا عارفه انها هتموت من الفرح. طب يلا يلا عشان نلحق نفضحه. قصدي عشان نلحق نقول لها. يلا ده اهدار يا روحي. اهدار لايه؟ اهدار للوقت، اهدار للطاقه. معقوله الجو الهادي والقمر البدر ملعلع في السماء واليخت فاضي ونقعد هنا؟ هطرش. لا يا روح قلبي، لا لا انا عايزك ترقصي يا عيني. يلا بينا نرقص في باين كلام يجنن. يا ابن اللقيمة، ده طلع عنده عربية. ايه في حاجة يا روحي؟ لا انا كنت بسأل اذا كان النايت كلاب حلو ولا لا. ده هايل يعني، هايل. وعندهم فرقة مفيش احسن من كده يا روحي. سلمتي يا روح قلبي. سلمتك.
انت ديناميت يا عنيا. وانت يا عنيا انت داري مدفع الالف سعد يا سلمتي. سكرة عاطف بقالك كتير مستني؟ مش مهم مستني قد ايه، المهم مستني مين. اتفضلي. مرسي على الورد. سوري انا لو كان عندي وقت كنت جبتهولك من امستردام. مش مهم مين، المهم مين اللي بعده. في واحد بعتناه قطر بنفتح فرع جديد هناك. بابا هوايته بقى طبعا يفتح فروع في كل انحاء العالم، عارفه كده يعني. وانا كمان بابا هوايته يبني سلالم. سلالم؟ ايه سلالم؟ سلالم موسيقية. سلالم موسيقية. الاولاد دايما يغيروا الكوارير بقى، انت فاهمه. ايه ده يجنن؟ يعني حاجة كده متواضعة الواحد عازف زيي. كل دي سمكة؟ سمكة دي. دينا اشتريتها، قصدي اصطادتها من البحر الكاريبي. صحتك. ميرسي. ايه كل الجوائز دي؟ سباحة، خيل، ملاكمة. ملاكمة؟ دي خطر قوي. لا ما يغركيش، انا بطل قوي جدا، بس حد يقف قصادي. هي بنية بجد؟ طب انا عايزة اشوف الالبومات، ممكن؟ البومات؟ النهاردة الخميس الحقيقة، ببقى دايما متلخبط. ليه؟ يعني الاستاف والخدمين بيبقوا اجازة. يعني احنا لوحدنا على اليخت؟ خالص. انا عمري ما قعدت مع راجل لوحدينا بالليل وعلى يخت وفي وسط البحر. شوفي يا سكرة، انا عايزك تتاكدي ان انت في امان تام. انا متعوده ان الرجاله ممكن تنتهز فرصه زي دي، خصوصا في مكان زي ده، بس انا متاكده ان انت جنتل. الموضوع مش كده بالظبط، يعني الموضوع ان انا مش مؤذي خالص. مش مؤذي؟ اصل انا ليا حكايه كده مع الستات. حكايه؟ حكايه ايه؟ وانا مع واحده ست ما بحسش بحاجه خالص. معقوله؟ انت جربت؟ ايه اللي جربت؟ وانا ورايا حاجه غير اني اجرب. ايشي سمراء، شقراء، بني. اكسكيوز مي. ولا حاجة، ولا حاسس بحاجة. زلطة، أنا زلطة. ولا حاجة خالص؟ أنت كده بتهني. لا مش الفكرة حبيبتي، هي الدنيا كده، زي ما تديلك تاخد منك. يعني أنت ما تقدرش لا تحب ولا تتجوز؟ ما أقدرش، أنا حبيت مرة. ولو سمحتي أنا مش عايز أتكلم في القصة دي تاني. إيه تحبي تحكي حاجة؟ لا أحكي لي. مش عايز اضايقك. بالعكس مش هتضايقني خالص. كانت اول سنه ليا في الجامعه، كنت بحب بنت اسمها ناديه.
ابوها كان عنده اجنسي كبير قوي، كانت بتلبس نظاره. كنا بنقضي معظم وقتنا في العجمي، وفي ليله صيف والجو كان صيفي قررنا نبوس بعض. انا قلعت النظاره وهي قلعت نظارتها. ما علينا، 8 ساعات. معقوله 8 ساعات؟ ما هي رخرة فرفرت في ايديا ونقلوها لمستشفى، حاولوا ينقلوا لها دم بس الحقيقة قبلت فرنسا وقررت نفسي على تلميذ فرويد، دخلنا في اشعه و... معايا بس اعمل ايه؟ عارف ان مفيش فايده، مفتاح النور عندي جنب العمود. شور علي تنشر عليك؟ ايوه صدق يا سولي. ايوه انت الراجل فرز تاني. ايه الاخبار؟ اجنيني. عندي ليك خبر يجنن. خير؟ انا اتخطبت. ايه؟ سليمان اتقدم لي وهنتجوز في الصيف. اتجننت يا زكي؟ اتجننت ليه؟ ما ينفعش تتجوز سليمان. ليه بقى؟ عيبي ايه؟ ما ينفعش يا زكي. ايه اللي خلاها ما تنفعش؟ ما هو قاعد بيتجوز واحدة ويطلقها تاني يوم ويتجوز التانية ويطلقها، يعني جت عليا أنا؟ راجل يتجوز راجل ليه؟ أهو استقرار. أمرين
عمرين دول ويجعني. زكي حبيبي. زكي زكي. ايه؟ انا شايف ان اعصابك تعبانه وعايز تهدالك يومين. بطل بقى تعاملني بالطريقه ديت. انا مش غبي. انا عارف كويس ان في مشكله. طيب امه لازم توافق. بس انا ما يهمنيش. انا واثقه من نفسي. واثقه كمان ان سليمان ممكن يضحي بالدنيا كلها علشاني. طيب فكرت هتعمل ايه في شهر العسل؟ اه فعلا دي مشكله. بس الحقيقه انا اتكلمت فيها انا وسلمتي. مين؟ سلمتي. اه سلمتك. اه يا ترى هنقضي شهر العسل فين؟ في باريس ولا في هاواي؟ في باريس يا نونا ولا في هاواي يا سلمتي؟ في الاخر استقرينا على ايطاليا. اعتقد ان ايطاليا من البلاد اللي تجنن. زكي إيه؟ الموضوع ده هيبان وهتتفقس. انا عارف ان في وقت مناسب هننفصل فيه. طب الوقت المناسب ده امتى ان شاء الله؟ مؤكد بعد كتب الكتاب. مؤكد هيطلب الطلاق قبل الفضايح وساعتها انا بقى اللي هاخد النفقه. قمرين دول ولعني قلبي بيسالني عليه. زكي في قانون في البلد. ما كفايه بقى. سيبني يا اخي عيش. نفسي اتجوز واحد مليونير يصرف عليا يستتني. يعني عاجبك عيشتنا ديت؟ تنطيط ويوم شغل وعشرة بقى. في ايه بقى يا عاصف؟ زكي انا عايزك تنسى الموضوع ده خالص. وعايزك كل يوم الصبح تصحى من النوم كده هتقول انا راجل. طب اعمل ايه في الهدايا اللي جابها لي سليمان دلوقتي؟ ديت ايه؟ جاب لي اسوار الماس. اتفرج. دي الماس حر. ياه طبعا. هو انت فاكر خطيبي ايه؟ صايع؟ غشاش؟ بكره يجيب لي بدل الاسوار 10 ويجيب لي فيلا وعربيه ولانسس. جواني بيه اتفضل معايا. بص يا ريس، حجواني. مين؟ عباس. فينك يا راجل؟ ده احنا قلنا انك مش جاي. مش جاي ليه يا حبيبي؟ قلنا انك تأستكت بعد اللي عمله أستك. اه كله هيتأستك ان اجيلا او عجيلا. صح، بس مين اللي عليه الدور؟ اتفضل خش. اخش فين يا حبيبي؟ جوه عشان تتفتش. العجواني يتفتش؟ اتبهنا عليك نسيت. في حد يجي يخش اجتماع الراجل الكبير من غير ما يعدي على الجمرك وتقلب؟ ماشي نتقلب المره دي. انا ما بشيلش سلاح. معقوله يا راجل معكش سلاح؟ معقوله حلاوتك دي؟ ده فاضي. ايه ده؟ مضرب تنس زي ما انت شايف. مضرب تنس ده اخر؟ لا ده مضرب جولف. مش فاكر يا باشا. يعني ما زرتش الخن؟ ما افتكرش يا باشا. ما تفتكرش كمان الدم اللي كان على جزمتك اللي بعت تشتري غيرها؟ يا باشا تلاقيني وانا باخد دقني نقطتين دم وقعوا على الجزمه عصوها. ليه؟ انت بتحلق بالجزمه؟ انا بنام بالجزمه. طول عمرك. يكون في علمك احنا عارفين كل حاجه. انتوا مين؟ احنا والاثنين الشهود بتوع الجراج والاثنين المحامين بتوعك اللي قلبين عليهم الدنيا. حد يا رجاله فاكر حاجه من الكلام اللي بيقوله الباشا ده؟ لا يا باشا. ما تقلقش يا حجواني احنا وصلنا لهم خلاص. اوكي يا حبيبي. اوكي. انت اتعلمت انجليزي فين يا حجواني؟ في كي جي وان يا باشا. يا ننوس عينه. صدق يا عاصف انا حاسس اني سبت اي كلام. ست مش جدع تاخد اسوارة من راجل وفي النهايه تضحك عليه. انا هعملها شيء وانا صغيره. مش ده كلامك؟ خلاص بقى وانت صدقت
وبعدين الراجل قلبه هيتكسر لما يعرف ان لا يمكن هتجوزه. يا اخي الراجل ايه بس؟ سكرها يلعب معاها هنكسر لما تعرف اني مش مليونير. هي الدنيا كده سابق خيل. ده انك طول عمرك تخسر عشان تكسب مره واحده. انت ايه اللي فكرك بالسابق دلوقتي؟ ما صدقني خلصنا منه. يعني انت معاك الاسوره وانا معايا سكره. يعني انت معاك الفلوس وانا معايا الحصان. فهمت؟ ايه؟ جالك زغطه ولا ايه؟ بص هناك. نهار اسود. طب يلا بينا بقى نزق عجلنا بينا. مش شبه 40. ليه الحلوين مش من مصر ولا ايه؟ لا احنا سياح من بني سويف. انتوا فين يا جماعه؟ مالكش دعوه. انا بنتصل بيكم. احنا اللي هنتصل. هما طخ تاني. طخ عليك وطخ عليا. يا خسارتك يا زكي. انت هتقعد تعدد لي. اخلص. اللي هيجهلني ان احنا بعد ما نموت هنروح المشرحه. ساعتها هيكتشفوا ان احنا رجاله. صراحة دي موتة تكسب. تعرف تلم هدومك وخلصت ونمشي من هنا؟ بلم مرموك. طب يلا. عمرين دلوقتي. انت حصل عقلي! انا بتحصل على سلباتي الساكت. كويس. احنا نبيع الاسوره ديت. ايوه. واخد بالك وننزل اسوان نعيش هناك محدش يعرفنا. شكلها هترس على كده. بقول لك ايه؟ احنا مش ناسيين حاجة؟ ما يتهيأليش. ميه دي حلاقة بسرعة. ثواني. كده خلاص. كله تمام مش ناسي حاجه. لا ناسيين. ايه؟ سكره؟ ايه؟ الناس بتجري ورانا وانت هتقعد تحب لي في التليفون؟ امال عايز ايه؟ عايز اسيبها وامشي؟ وايه يعني؟ ما طول عمرك بتسيب النسوان تخبط راسها في الحيط. الكلام ده لما كنت بعزف ساكس مش لما بقيت مليونير. خلاص يا عم ابعت لها جواب ابعت لها كارت هنلاقي الناس دلوقتي قدامنا. شش. الو؟ ايوه سلام ده من اليخت. الو؟ انا مبسوط اني سمعت صوتك. وانا هطق وهفرقع. اما انا حلمت حته دين حلم يجنن فظيع. امبارح تقدري تقولي ان انا ما نمتش كويس يعني ما غمضتش عين. اول ما صحيت من النوم كان نفسي اكلمك بخصوص بقى ميعادنا النهارده. ما تكملش هستناك عند المرسى بعد العرض. لا 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 مش هينفع. مسافر قطر. فعلا؟ انت اتخضيتي كده ليه؟ هتقعد قد ايه؟ مش عارف اجيبها لك ازاي. انا مش راجع. مش راجع؟ شغل. يعني تقدر تقولي ببساطة ان احنا هنعمل شركة تضامن مع شركة قطرية لصناعة الحلي. وعلى فكرة الصح ده انا بحط مخصوص جهود بالطيارة. انت بتعمل ايه؟ الله في ايه؟ شش. فعلا ده حلو قوي. أنا عمري ما جالي وردة حلوة كده. إيه ده؟ تحفة. دي ألماس حقيقي. دي تساوي مش عارفة. أنت على طول لذيذ كده؟ دي هدية متواضعة بعبر لك بيها عن مشاعري وعن اللي عملتيه معايا. أنا ما عملتش حاجة. حسب لوحده. طب مع السلامة بقى حبيبتي أحسن إن يفوتوني ها؟ جه الوقت اللي أقول لك فيه ربنا يوفقك. مع السلامة. انا مش عارف انت عايز توصل ليه بالظبط. فين الاسوره بتاعتي؟ بتاعتك؟ ايوه طبعا دي شبكتي. بقول لك يا زكي احنا متفقين على اي حاجه تيجي بتاعتنا احنا الاثنين. ماشي يا اخويا. فين الاسوره بتاعتنا احنا الاثنين؟ اهدى بس اهدى اهدى اهدى. اكيد عملت بيها حاجه غلط. تلاشي الاسوره في مكانها المظبوط. مين؟ مين؟ انا سكره. ايه ثانيه واحده. اتفضلي. اتفضلي. ايه يا سكرة في ايه؟ حسيت ان دماغي بتغلي. عجبتك؟ طول عمرها عجباني. هديته هو سافر قطر هيتجوز. هو قبلنا هيتجوز؟ انا لو منك ارميها في وشه. ما اقدرش
ده أول راجل لطيف قبله في حياتي. بعدين عمر ما حد جاب لي حاجة من غير ما يبوظ حاجة. خلاص يا حبيبتي لو أنت محرجة اديهاني أنا وأنا أرميها في وشه. أوعي تقولي كده يا نونة. بكرة تنسيها سكرها. أنساه؟ أنساه إزاي؟ حتى لو فكرت كل ما هاكل لو أشوف حد بياكل ساندوتشات سوسيس هفتكره.